السلام عليكم، كيف حال الشباب؟ طبعا اليوم راح نتكلم عن جوائز الاف ان سي اس القادمه، راح تكون بهذا الموسم بهاي الفتره. قبل بدايه المقطع لا تنسى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، لا تنسى كود الشب وازد واي دي دي، يكون دعم كبير الي. طيب شباب، الجوائز زي كل موسم او كل فتره، كل جائزه الان راح احكي لكم متى تقدر تحصل عليها. اول جائزه عندك راح تكون السبراي، اتوقع هي اول جائزة اللي راكب الديناصور، راح تقدر تحصل عليها بعد 10 ايام بتاريخ 29/7 الى 30، يعني بعد 10 ايام بتاريخ 29/7 الى 30، عن طريق انك تدخل ماب هبوط الاساطير، هي كودو قدامكم، او تتابع بثوث الاف ان سي اس اللي تكون في تويتش. الجائزة اللي بعدها راح تكون اللي هي لودنج سكرين اللي قدامكم، وراح تكون بتاريخ 5/8 الى 6/8، نفس الشيء بتقدر تحصل عليها بهذا التاريخ عن طريق الماب هبوط الاساطير او بثوث التويتش. والجائزة اللي بعدها راح تكون هي كينج مي ايموشن، اتوقع اللي عليه تاج، يب هذه الجائزة، راح تكون بتاريخ 12/8 عن طريق ماب هبوط الاساطير، بيكون في شاشة يعني بتتابع البث، اتوقع نص ساعة ربع ساعة وبعطوك اياها بحسابك. الجائزة الرابعة راح تكون اللي هي لودنج سكرين السكن القط اللي قدامكم، راح تكون بتاريخ 13/8 عن طريق الماب او عن طريق بثوث التويتش. اخر جائزة واهم جائزة اللي هي حقيبة الظهر اللي قدامكم بشكل اف ان سي اس، وهي المرة راح تكون بشكل جديد، طبعا راح تكون بتاريخ 20/8. ب20/8 تقدر تحصل على الحقيبة عن طريق ماب هبوط الاساطير او متابعة بثوث التويتش. بخصوص بثوث التويتش لازم تكون رابط حسابك الايبك بحسابك التويتش والى اخره، هاي الشغله تكلمنا عنها كثير بالقناه. فبس مقطعنا اليوم بسيط، وعارف انكم بتحكوا لي ليش ما بتنزل مقاطع كثير، لانه ابدا ابدا ما في اخبار وما في تسريبات، على امل انه فورتنايت تتعاقد مع ون بيس وسووا زي ميني باتل باس، باتل باس المصغر، تكون في جوائز مجانيه ان شاء الله، في امل انهم يتعاقدوا معهم خلال هذا الموسم. فبس بنهاية مقطعنا، اذا حاب تدعمني لا تنسى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، لا تنسى كود الشوب وازد واي دي دي، وبس ربي يسعدكم على كل شيء، مع السلامه.